Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Speaking, I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on my. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. السلام عليكم، مرحبا، أنا ليلى فتوح. النهاردة هنعمل مع بعض كريمة الشوكولاتة البيضة، وهي من الكريمات الثابتة المميزة جدا، بتستحمل أي درجة حرارة، ولذلك احنا بنستخدمها في الكب كيك، ونستخدمها في عمل الطرط وفي التزيين، يعني مجال واسع جدا، وبنستخدم فيها ثلاث مكونات أساسية بسيطة جدا. هنشوف مع بعض. أنا معايا 9 جرام من الجيلاتين الحلال، ومعايا كمان كريمة فريش 150 جرام. انا هدوب الجيلاتين المرة دي في كريمة، ومعايا كمان 600 ملي من الكريمة، ممكن كريمة طبعا دسمة 35%، والكريمة اللي معايا دي انا بستخدمها في الطبخ وفي الحلويات. ومعايا كمان 500 جرام من الشوكولاتة، دي شوكولاتة شيبس، طبعا انا كسرتها عشان تسهل معايا ان انا ادوبها في الميكرويف. احنا دلوقتي دفينا الكريمة الاولية، وهي 105 جرام، عشان هدوب فيها الجيلاتين. وطبعا زي ما احنا عارفين الكريمة كثافتها بتبقى تقيلة عن المية، فلذلك انا لازم اقلب الجيلاتين فيها على مراحل، وفي نفس الوقت لازم الكريمة بتاعتي تكون دافية. وبعد ما خلص التقليب انا هسيبها اركنها على جنب لمدة 10 دقايق 15 دقيقة، لغاية لما الجيلاتين بتاعي يبتدي يتفتح وينشط معايا. هركنه على جنب دلوقتي، وهبتدي اجيب يعني الاناء بتاعي، وهنزل ب 600 جرام من الكريمة الفريش التقيلة. وزي ما قلنا الكريمة دي كريمة 2 في 1، يعني انا اقدر استخدمها طبخ واقدر استخدمها في الحلويات. طبعا هنقلها على النار، وهحاول ان انا اسخن الكريمة كويس، وفي الاثناء دي هودي الشوكولاتة بتاعتي الميكروويف 30 ثانية ب 30 ثانية، لغاية لما تدوب معانا بالشكل ده. ده هيسهل عليا العمل والتقليب السريع، وما يعني الامور تبقى بسيطة معايا. هبتدي انزل دلوقتي بالجيلاتين على 600 جرام من الكريمة الفريش، وطبعا هسيب الكريمة لغاية ما تغلي زي ما حضرتك شايفة كده، عشان اضمن ان الجيلاتين بتاعي داب جواها تماما. هبتدي انزل بالكريمة والجيلاتين على الشوكولاتة اللي انا دوبتها في الميكرويف، وهقلب برفقة كده لغاية ما دخل المكونات في بعضها. اظن مفيش اسهل من كده، كريمة بسيطة جدا، سريعة جدا، ما بتاخدش معايا وقت، انا بستخدمها في مجال كبير، وزي ما حضرتك شايفة اختلطت تماما وما عادش فيها اي نسبة من التكتلات. لازم ابقى ضامنة ده، وده عشان انا دوبت الاول الشوكولاتة وكمان الكريمة بتاعتي سخنة، فده ساعدني ان انا اخلط المكونات بسهولة وبسرعة. هبتدي دلوقتي اغلفها بالبلاستيك الاسترتش بتاعي، واحاول انزل الاسترتش على سطح الكريمة عشان امنعها انها تعمل معايا قشرة خارجية. وزي ما حضرتك شايفة مفيش اي جزء انا سبته مش متغلف. عايزة حضرتك تلاحظي الكريمة بتاعتنا سائلة ازاي، وهتلاحظيها بعد لما هنحطها في الثلاجة لمدة 12 ساعة او ليلة كاملة. هنبتدي نشتغل معاها بعد مرور اليوم كامل في التلاجة. طبعا انا حطيتها في التلاجة عادي مش في الفليزر. زي ما حضرتك شايفة الكريمة متماسكة، لها ملمس ناعم جدا بتلمع معايا، يعني كريمة ممتازة اقدر احتفظ بيها لمدة 3 ايام في التلاجة قبل الشغل، مفيش اي مشكلة. يعني زي ما حضرتك شايفة قوام متماسك، الاول كانت معانا سائلة، دلوقتي بقى قوامها متماسك. مفيش ابسط من كده مقادير ولا اسهل من كده، لان طعمها رائع جدا، وبتساعدني في
تزيين يعني حلويات كتير. انا طبعا قسمت الكريمة بتاعتي دي على 3 بولات، في بولتين قد بعض، كل بولة من الاتنين دولت 300 جرام، يعني اتنين 300 جرام، واحدة 500 جرام، لان انا هجلس بيها وهزوق بيها الكيكة بتاعتي وكيك الريد فيلفت اللي انا عملته قبل كده في حلقة سابقة. دي الكمية الاكبر هتبقى للسطح والتجليس الخارجي. هنبتدي نضرب كمية منهم عشان اوري حضرتك قوامها قد ايه ممتاز، ونشوف احنا هنوصل مع بعض لقوام الخفق بعد كده. مش هتحسي ابدا ان دي اللي انت كنت شايفاها، قوام متماسك ثابت بيستحمل اي درجة حرارة. يعني انا لو سبت التورتة بتاعتي بره فترة طويلة ما بيسحش معايا. طبعا ده يعني ده بسبب الجيلاتين اللي انا حطيته، ده بالذات الكريمة لو انا استخدمتها في فصل الصيف فهتبقى مناسبة جدا لعمل الحلويات بتاعتي. طبعا انا مليت كيس الحلواني بتاعي وهحاول ان انا اخرج منه اي نسبة من الهواء، وهنبتدي نشوف الاشكال اللي احنا ممكن نعملها بالكريمة وقد ايه هي ثابتة وقد ايه هي بتاخد شكل الفورمة بتاعتي، وان انا اقدر اعمل منها اي شكل اللي يعجبك. طبعا انا حبيت ان انا اعمل لك مناظر بسيطة كده بحيث ان انت تعملي الشكل اللي يناسبك، وبوري حضرتك كمان ان هي تقدر ان انت تعمليها شكل ملتوي، شكل دائري، روزتات عادية، على شكل قلب، يعني المناظر اللي تعجبك. كريمتنا ثابتة واخدة شكل الرسمة بتاعت القمع بتاعي بالظبط، ثابتة لفترة طويلة، بنستخدمها في كل حاجة. يعني هنبتدي دلوقتي نحط جزء صغير على قاعدة الكيك، وهحط الكيك الريد فيلفت اللي احنا عملناه قبل كده قد ايه كيك كان ممتاز ورائع. وبدأت ان انا اوزع الكريمة في اكياس متساوية بحيث ان انا لما اوزع داخل طبقات الكيك تبقى الكميات متساوية، مفيش طبقة اكتر من التانية زي ما حضرتك شايفة. طبعا ان انا حطيته في كيس حلواني ده سهل عليا التوزيع بكل بساطة. وزي ما حضرتك شايفة دي النهاية بتاعت الكيك بعد ما احنا حطينا الطبقات، ودي النهاية النهائية لشكل التورتة اللي احنا عملناه. بتمنى يكون طبق اليوم نال اعجابكم، وياريت ما تنسينيش من الدعاء في صالح اعمالكم لي والام الغالية بالرحمة والمغفرة.